يلا شباب نبتدي على بركة الله. احنا بالمحاضرة السابقة اخذنا البرنولي ايكويشن، واحنا قلنا اكو اشتقناها من القانون الثاني لنيوتن، قلنا summation of force تساوي الكتلة في التعجيل، وقلنا القوى اكو كثير من القوى اللي تأثر على الفلو، واكو عندنا ثلاث انواع من الطاقه احنا راح نهتم بها وندرسها، اللي هي البوتنشال انرجي، وكانت بوحدات المتر هي الزت اللي هي الاليفيشن عن ديتم معين، انه اكو عندنا احنا رفرنس معين بدنا نقيس من عنده الارتفاع. وعندنا الكاينتيك انرجي اللي هي في سكوير على 2 جي، ايضا وحداتها بالمتر. وعندنا البريشر انرجي اللي هي البي على الجاما، ايضا وحداتها بالمتر. قلنا برنولي إكويشن إنه مستوى الطاقة أو مجموع الطاقات في نقطة واحد يساوي مجموع الطاقات الثلاثة اللي ذكرناها في نقطة اثنين، لكن الشكل مالتهن يتغير من واحد إلى اثنين. يعني مثلا عندنا بالنقطة واحد مثلا كانت البوتنشال إنرجي 10 والكاينتيك إنرجي 0 والبريشر انرجي مثلا خلينا نقول 2، من ننتقل الى نقطه 2 يقول يعني قد تكون المجموع مالتهم بنقطه واحد عندنا 12، من نروح الى نقطه 2 قد تكون البوتنشال انرجي 0 والكاينتيك انرجي مثلا 9 والبريشر انرجي مثلا 3، لكن مجموع بنقطه واحد 12 هو نفس المجموع في نقطه 2، لكن الشكل مال نوع او نوع الطاقه يختلف من نقطه الى اخرى. وقلنا عندنا هواية أنواع من القوى اللي تأثر، اللي هي الجرافيتي فورس القوى، أو البريشر فورس، أو الفيسكوس فورس، أو التيربولنس فورس، أو الكومبرسيبوليتي فورس، وعندنا السيرفيس تنشن فورس. فقلنا أكو كثير من القوى إحنا ما نتعامل وياها، بما أن إحنا نقدر نتعامل ويا إنكومبرسيبول فلو، فالكومبرسيبوليتي فورس والسيرفيس تنشن فورس ما عندنا. قلنا اذا بدنا نتعامل ويا لامينار فالتيربلنس فورس ايضا ما عندنا. اذا اخذنا ايديال فلو يعني الفلويد مالتنا الفيسكوسيتي مالته تساوي صفر، فالفيسكوس فورس ايضا تهمل. وهكذا شفنا احنا انواع من المعادلات، كل ما نهمل قوه تسمى باسم عالم معين، مثلا عندنا رينولد كويشن موشن، وعندنا اخذنا النايفير ستوك، وبعدين اخذنا الاويلر، واخر شيء الاويلر اكويشن اللي هي اشتقينا من عندها البرنولي اكويشن، من اخذنا شريحه وسوينا سميشن اوف اف يساوي الكتله في التعجيل، وبالاخير وصلنا الى القانون الاتي اللي هو الدي بي على رو زائد جي دي زد زائد في دي في يساوي صفر. بالنهايه هي اويلر اكويشن. احنا على مود كامل هاي المعادله نلاحظ انه اكو علاقه لازم بين البريشر والدنسيتي. فاذا قلنا احنا بدنا نشتغل على انكومبرسبل فلويد يعني الرو كونستانت، ممكن اطلعها خارج القوس واكامل البريشر وحده، وبالتالي المعادله تتحول من اويلر ايكويشن الى برنولي ايكويشن، والمعادله اللي هي بي على جاما زائد في سكوير على 2 جي زائد زد يساوي كونستانت. وقلنا هاي نطبقها بين اي نقطتين. طبعا برنولي يعني وضع العديد من الفرضيات على مود يطلع هاي المعادله ما تفهم يعني النظريات او الفرضيات العفو، انه الفلو هو ستدي يعني ما عندي تغير ويا الزمن، بدنا نتحرك على الستريم لاين يعني وان دايمنشن فلو، وعندنا الايديال فلو يعني فريكشن يعني الفيسكوسيتي صفر ما عندي خسائر، والفلو انكومبرسبل معناه الدنسيتي شبيها ثابته، والفلو ايضا كونتينوس والفيلوسيتي يونيفورم يعني شكل السرعه منتظم في اي مكان احنا داخل الجريان، ودائما الفلو هو شنو مستمر يعني ماكو تقطع بالفلو. وايضا الروتيشنال فلو معناه مدى يصير عندي دوامات او سيركوليشن بداخل الفلو، يعني معناه الفلو عباره عن ستريمز عباره عن خطوط متوازيه ماكو عندي سيركوليشن. فهاي الفرضيات اللي اخذناها، وايضا تحدثنا عن
التوتال انرجي لاين والهيدروليك جريد لاين. فقلنا التوتال انرجي هو معناه نحسب احنا مقدار طاقة البريشر زائد طاقة الكاينتيك زائد طاقة البوتنشيال. فقلنا هذا اللاين هو اللي يمثل لي التوتال انرجي لاين. فقلنا اذا عندنا احنا ايديال فمعناه مجموع الطاقات في نقطة A هو مساوي لمجموع الطاقات في نقطة D. اما اذا طرحنا من التوتال انرجي لاين ال V سكوير على 2G مقدار الكاينتيك انرجي فراح نحصل على الهايدروليك جريد لاين، واللي تشوفونه هو هذا اللي بهذا الخط. واخذنا مجموعة من الامثلة على التطبيق مالته. فقلنا احنا اذا كان عندي اتجاه الجريان محدد فاني اخذ بين سكشن 1 وسكشن 2 اطبق برنولي ايكويشن واطلع من المجهول اللي عندي، وعندي ايضا الكونتينيوتي ايكويشن ايضا اطبقها بين 1 و2 على مود القى علاقه بين الفي 1 والفي 2 واشوف شنو المجهول عندي. هذا الامر الاول. الامر الثاني، مرات في بعض الاحيان اتجاه الجريان يكون مجهول فيطلب من عندي انه احدد اتجاه الجريان. فشو اسوي؟ احسب التوتال انرجي بسكشن 1 واحسب التوتال انرجي بسكشن 2 واشوف ايه الاكبر، معناه الطاقه الاعلى هي تمثل نقطه بدء الجريان والطاقه الاوطى هي النقطه اللي يذهب اليها الجريان. او احنا متعارف عندنا بالفلويد ميكانكس اكو عندنا مصطلحين نسميه الاب ستريم والداون ستريم. الاب ستريم يعني المنبع او النقطه اللي يبدي من عندها الجريان، والداون ستريم هي اللي ينتهي اليها الجريان يعني المصب. فدائما الانرجي عندما وين ما تكون اعلى معناها هي الاب ستريم، وين ما تكون الانرجي توتال انرجي هي اوطى معناها هو شنو الداون ستريم. فشباب بالنسبه للامثله اللي شرحناها اكو احد عنده سؤال؟ بالنسبه لي ما عندي سؤال واضحات. زين، احنا وصلنا الى موضوع اسمه البرنولي ايكويشن فور ريال فلويدز. شنو الفرق بين الايديال فلويد والريال فلويد؟ The Bernoulli equation was derived by assuming that the fluid has zero viscosity او non viscous او يسموه انفيزيد فلويد. هاي الثلاث مصطلحات هي مترادفه، zero viscosity او non viscous او انفيسيد فلو او يسموه مرات ايديال فلو. هاي كليتها معناها واحد، ان الميو تساوي زيرو. اذا الميو تساوي زيرو معناه فريكشنلس، معناه ما عندي خسائر نتيجه الاحتكاك. لكن حقيقه كل السوائل او الغازات اللي احنا نتعامل وياها لها لزوجه، وهاي اللزوجه تختلف من مائع الى اخر. كل ما زادت اللزوجه طبعا كل ما خسائر الاحتكاك بين الفلويد والجدار راح تزداد. وبالتالي عمليا practically all fluids are real which are more or less viscous and hence their flow is accompanied by resistance or frictional forces. فكل الفلويد راح تعاني من قوة الاحتكاك، ومثل ما تعرفون قوة الاحتكاك هي قوة معيقة للحركة، اتجاهها دائما يكون عكس اتجاه الجريان، معناه خسارة. معناه شنو؟ خسارة بالجريان. There are always certain losses of energy in real fluid flows and thereby energy at the downstream section is less than that at its upstream section. مثل ما توضحت سابقا، يعني أنا إذا عندي هنا نقطة واحد وهاي نقطة اثنين والجريان ده يكون بهالاتجاه، فإذا واحد شو نسميها؟ نسميها الأب ستريم. شباب دائما النقطة المنبع نسميه الأب ستريم، والنقطة اثنين اللي رايح لها الجريان هي المصاب نسميها شنو؟ الداون ستريم. فدائما مستوى الطاقة في نقطة واحد هو قطعا أعلى من مستوى الطاقة
في نقطة اثنين، إذا كنا نتعامل مع الريال فلويد، احنا سابقا بالمحاضرة السابقة قلنا مستوى الطاقة في نقطة واحد مساوي لمستوى الطاقة في نقطة اثنين إذا كنا نتعامل ويا الايديال فلويد. إذا الفيسكوسيتي زيرو معناه مستوى الطاقة في واحد مساوي لمستوى الطاقة في نقطة اثنين، لكن إذا أخذنا الريال فلويد معناه الفيسكوسيتي إلها قيمة، وبالتالي مستوى الطاقة في نقطة واحد هو قطعا أعلى من مستوى الطاقة في نقطة اثنين. وبالتالي برنولي إكويشن راح نكتبها بالشكل الجديد الآتي مع الأخذ بنظر الاعتبار خسائر الاحتكاك، فراح تكون عندنا P1 على جاما زائدا V1 سكوير على 2G زائدا Z1 يساوي P2 على جاما زائدا V2 سكوير على 2G زائدا Z2، وينضاف لنا هذا الحد اللي هو يمثل الخسائر مال الاحتكاك نتيجة مرور للفلويد داخل دكت. هذا شباب الـ HAL إلى مكونات اثنين رئيسية. إن شاء الله يعني بالمحاضرات القادمة راح نجي ناخذهم بالتفصيل. فأكو عندنا خسائر رئيسية نسميها primary losses. البرايمري لوسز جايه نتيجه شنو؟ وجود الاحتكاك بين الفلويد وبين سطح والجدار الداخلي للانبوب او الدكت اللي قاعد يعني يمر به هذا الفلويد. خسائر الاحتكاك الفلويد قلنا بيه لزوجه، والسطح الداخلي مال الانابيب بيه خشونه. مهما كان الجدار ناعم املس لازم اكو خشونه بيه، ماكو عندنا جسم املس معناه الخشونه مالته صفر، لازم اكو خشونه. فنتيجه وجود هذه الخشونه اللي موجوده بالسطح الداخلي مال الانبوب وجريان فلويد بالزوجه، فهاي عمليه الاحتكاك راح تؤدي الى وجود خسائر. فاذا عندنا نوعين من الخسائر موجوده بداخل الانابيب او الدكت. الاول نسميه البرايمري، هذا قطعا موجود. البرايمري لوسز قطعا موجود في اي جريان داخل دكت او انبوب، معناه انت لازم عندك هذا الخسائر موجوده، نسميها شنو؟ خسائر الاحتكاك نتيجه الفريكشن. اما اكو عندنا خسائر ثانيه نسميها الماينر لوسز او السكندري لوسز، الخسائر الثانويه. هاي تجي نتيجه شنو؟ هاي تجي نتيجه وجود الفيتنج. شنو نقصد بالفيتنج؟ الفيتنج معناه عندك عكس بداخل هذا الدكت او الانابيب، عكس تقسيم فالف تي سكشن، معناه عندك تفرعات تستخدم تفرع فتستخدم تي سكشن، او على شكل حرف الواي واي سكشن يسموه. الالبو العكس اكو عندك عده انواع، اكو عندك عكس 90 درجه، واكو عندك عكس 180 درجة يعني يلوف بهالشكل، اكو عكس بهالشكل يجيب هاي 90 درجة، واكو عندك عكس 180 درجة يلوف، واكو عندك عكس 45 درجة بهالشكل ويروح هيك. كل واحد من ذني الا نوع من الخسائر. قد يكون عندك بايب الدايمتر مالته قليل وفجأة يصير الدايمتر مالته شنو؟ كبير. فهذا هنا ايضا عندي خسائر. في بعض الاحيان بالعكس، انت عندك بايب الدايمتر مالته كلش كبير وبعدين فجاه انت تسويه الى بايب صغير الدايمتر مالته اصغر، فهاي شو نسميها؟ نسميها ماينر لوسز او سكندري لوسز. ليش؟ لان مو بكل الانواع مال الانابيب انت عندك هاي الفيتنج، جزء عندك انبوب ما بي فيتنج، لكن خسائر الاحتكاك نتيجه الفريكشن هاي قطعا موجوده. ماشي شباب؟ فاحنا راح نتعامل مع ال HAL الان اللي هو حاصل جمع ال HF وال HM ككتله واحده، يعني ما راح ندخل بالتفاصيل مالتهم، ان شاء الله في محاضرتين ثلاثه ندخل في حساب كل واحد من ذني ال HF وال HM. فبالتالي معناه التوتال انرجي بالسكشن 1 يساوي شنو؟ التوتال انرجي بالسكشن 2 اللي هي الداون ستريم
يعني التوتال انرجي بالابستريم شو يساوي لي؟ يساوي التوتال انرجي بالداون ستريم زائدا اللوسز اللي هي شنو؟ الاتش ال. فهنا راح ناخذ امثله على تطبيق هاي المعادله. المثال الاول شو يقول؟ بايب 25 سنتيم دايمتر كاريز ووتر يحمل المي، الفيلوسيتي 20 متر بالثانية at point 1 and 2. The measurements of pressure and elevation 375 275 يعني هنا بنقطة واحد هذا P1 350 و P2 275 والإليفيشن معناه Z1 30 وZ2 معناه عندك شقد 33 respectively على التوالي. For steady flow determine the losses of head between the given point. هنا شباب عندي بايب بهالشكل هذا، هذا البايب هاي نقطة واحد وهاي نقطة اثنين. من يقول لي elevation شباب، بس من يقول لك elevation معناه الرقم تستخدمه مباشرة، يعني هو عنده فد رفرنس معين، هاي المسافة من هنا لهنا هي 30 متر، ومرات يكتبوها بالكتب يسموه يكتبون EL نقطة 30. هاي شنو معناها؟ معناها زت مباشرة انت شو تعوضه هنا؟ الاليفيشن تعوضه 30، وهنا يكتب لك اي ال نقطة معناها هذا الاليفيشن مختصر مالته، وهنا يكتب لك 33. معناها هنا زت تو رأسا مباشرة انت شو تعوضها؟ تعوضها 33. الملاحظة راح نجي نكتب احنا القانون مالتنا البريشر شو يساوي لنا؟ يعني او برنولي اكويشن بي 1 على جاما زائد في 1 سكوير على 2 جي زائد زت 1 بي 1 على جاما زائد في 1 سكوير على 2 جي زائد زت 1 يساوي بي 2 على جاما زائد V2 سكوير على 2G زائد Z2 زائد ال H losses. هسه P1 منطيك اياه ايش قد 350 كيلو باسكال، انت تضربه اذا في 1000 وتقسم على 9810. ال V1 وال V2 يعني انا عندي ال H losses هو المجهول الرئيسي بالمساله. ال V1 وال V2 شباب بما انه الدايمتر كونستانت، بما انه الدايمتر كونستانت فاذا السرعه بنقطه واحد تساوي سرعه اثنين بنقطه اثنين. ليش؟ لان احنا نعرف Q1 يساوي Q2، يعني معناه V1 A1 يساوي V2 A2. بما أنه الدايمتر واحد يساوي دايمتر اثنين، إذن ال V1 ال A1 تساوي ال A2، وبالتالي V1 تساوي ال V2، وبالتالي ممكن أن أختصرها هاي ويا هاي. واضحة؟ إذا الدايمتر كونستانت معناه الفيلوسيتي بين نقطة واحد واثنين كونستانت، وبالتالي أنا أقدر أختصرها من المعادلة. Z1 منطنيها 30، Z2 منطنيها 33، بقى من عندي مجهول بالمعادلة الـ HL، أعوض حصل على أنه قيمة الـ HL العفو قيمتها شقد 4.6 متر. إذا الخسائر نتيجة جريان هذا الماء، نتيجة جريان الماء خلال هذا الأنبوب من واحد إلى اثنين
هي ايش قد الخسارة عندي؟ 4.6 متر. اكو سؤال هنا شباب؟ واضحة دكتور. ماشي؟ نفس المسألة، بما انه هو ذاكر اليفيشن يعني بنقطة، بس توضيح يعني ممكن اني اخذ الريفرنس اقول هنا الريفرنس مالتي، فاذا هذا الارتفاع من 1 إلى 2 ايش قد يصير؟ 3 متر. يصير 3. فانت شباب ممكن تعيد حل المسألة انه تعتبر الزت 1 صفر، وبالتالي الزت 2 راح تعوض عنه ايش قد؟ تعوض عنه 3. ماشي؟ او تعتمد على الارقام اللي مطلق يعني كلها نفس الناتج راح يطلع. تمام؟ واضح دكتور. تمام دكتور. هسه نجي على السؤال الاخر، شو يقول؟ A vertical conical draft tube، يعني عندنا هذا البايب على شكل قطع ناقص او مخروط مقطوع. Tube of turbine is 2 متر long. ارتفاعه مترين. ارتفاعه شقد؟ مترين. Is kept vertically with smaller diameter and facing upward. يقول لك انه هذا القطر الصغير هو نحو الاعلى، والقطر الكبير نحو الاسفل، والجريان من فوق لجوه. The measured pressure head at the smaller end is 2.5 متر of water. يعني الضغط بنقطة واحد ايش قد قيمته؟ 2.5 متر. معناه هو دا ينطيك البي على الجاما مباشرة ايش قد؟ 2.5. ماشي؟ اللوسز هيد يعني ال HL in the tube expressed in the meter يعني بوحدات المتر، منطيك اياها بهاي العلاقه، هي 35% V1 ناقص V2 سكوير على 2G. معناه ال HL منطيك اياه هو دلاله ال V1 وال V2، ما اعطاك اياه رقم ولا هو طلبه بالسؤال. زين، where V1 V2 velocity بالأبر واللور. If the velocity at the upper and lower end are 4.5 و1.5، يعني هاي V1 انطاك اياها وهاي V2 انطاك اياها. Then determine the pressure head at the lower end. ايش قد الضغط بنقطة 2؟ أول خطوة نوجد قيمة ال HL شقد. نوجد شنو؟ قيمة ال HL شقد. فراح نعوض عن V1 4.5 وال V2 1.5، راح يصير فرق بيناتهم 3 تربيع في 35% على 2 في 9.8، نطلع قيمة ال HL شقد. ال P1 على جاما قلنا هو شقد منطينية مباشرة، يعني هذا المقدار كليته منطينية 2.5. ماشي؟ فنجي نعوض، هذا 2.5، 4.5 تربيع على 2 في 9.8 زائدا الزت 1 والزت 2 شباب. هنا راح نجي. هاي نقطة واحد وهاي نقطة 2. شباب يعني لازم ترسم ولازم تعين لي وين 1 وين 2، لأن بدون الرسم تاخذ صفر. بدون ما تعين نقطة 1 ونقطة 2 الحل مالتك خطأ. فهنا أنا بما انه اني اخذت هذا نقطه واحد، اذا اخذ هاي نقطه واحد وهاي نقطه 2، الريفرنس مالتك وين؟ بالنقطه 2. اذا اعتبرته بنقطه 2 الريفرنس مالتي، يعني زدته صفر، راح اصعد لي فوق، مو صحيح على مود اروح النقطه واحد؟ اذا ايش قد قيمه الزت 1؟ 2، صح؟ نعم صحيح دكتور. وياي؟ اذا 2 متر هو قيمة الزت 1، اما اذا اخذت الزت 1 هو الريفرنس، فاني راح انزل لي جوا على مود اروح لي وين؟ الى نقطة 2. بما انه انا دا انزل نحو الاسفل،
فإذا Z2 تساوي ناقص 2. بس تنتبهون على الدايركشن، إحنا الاتجاه نحو الأعلى هو الموجب، نحو الأعلى هو موجب. فإذا أنت أخذت 2 هو الريفرنس مالتك، على مدة تروح الواحد شو تسوي؟ راح تصعد لي فوق. فإذا Z1 هو قيمته 2. أما إذا أخذت Z النقطة 1 هي الريفرنس مالتك، فأنت راح تنزل لي جوا على مدة تروح النقطة 2، فيطلع Z2 شو يساوي؟ ناقص 2. فهنا أجينا عوضنا هاي ال P1 هاي ال V1 سكوير على 2G. هنا Z1 لأن Z2 ايش قد اعتبرته آني؟ صفر. هنا ال P2 على جاما هو يريده، V1 V2 سكوير موجوده، وال HL قلنا نعوض عنها، تيجي تطلعها واحد وتعوضها هناك كرقم او تحطها بالمعادله وتعوضها مو مشكله. فيطلع عندك ال P2 على جاما ايش قد؟ 5.25 متر اوف ووتر. واضحه بابا؟ ايش العفو شباب؟ واضحه دكتور. انا دكتور ماشي. ناخذ مثال اخر. The diameter and the pressure at the inlet of the draft tube is 1 متر and 45% بار absolute respectively. If the discharge of the water عندك الـ Q 1500 لتر بالثانية. طبعا احنا قلنا من عندنا لتر بالثانية لازم نحوله الى متر مكعب بالثانية، فالقيمة نقسمها على ألف، يعني عندي 1.5 متر مكعب بالثانية. The pressure at the exit is atmospheric، يعني الضغط بالخروج نقطة 2 ده يكون هو atmospheric. And the vertical distance between the inlet and outlet is 5.6 متر. Then determine the exit diameter of the draft tube. الدرافت تيوب شباب، هذا الدرافت تيوب بس أخذنا مثل واحد، عندنا هنا دايمتر صغير وبعدين يصير عندي دايمتر كبير الشكل هذا. فبنقطة واحد ايش عندنا؟ هاي نقطة واحد وهاي نقطة اثنين. بنقطة واحد ايش يقول الدايمتر؟ ايش قد عندك؟ 1 متر. دي 1 هو 1 متر، والبرشر هو 0.45 بار، معناه هو ايش قد؟ حول الكيلو صح؟ او نضربه في 10^5 صح شباب؟ اي نعم بالبار. نعم دكتور. اي زين، الفيلوسيتي ما منطينيها، بس هو شو انطاني؟ انطاني الكيو، انطاني الكيو، قلنا هذا الكيو اللي هو 1500 انقسم على 1000 يطلع لنا ايش قد؟ 1.5 متر مكعب. أنا الدايمتر الأول عندي معلوم صح؟ الدايمتر الأول معلوم، أقدر أقول باي على 4 دي 1 سكوير، أقدر أطلع شنو السرعة بنقطة واحد. هو شو يريد؟ يريد الدايمتر بنقطة 2. الدايمتر بنقطة 2 معادلة برنولي بها دايمتر؟ لا ما بها. لا ما بها. ما بها دكتور. يا معادلة بها دايمتر؟ معادلة الكيو. مال من؟ الكيو. الكونتينيوتي. كونتينيوتي إكواشن اللي هي مال الفلورايد. الكيو. عاشتيج. رونق جاوبت مو؟ اي نعم. فعندنا احنا المعادلة اللي بيها دايمتر او اريا هي منو؟ معادلة الكونتينيوتي إكواشن. كيو 1 تساوي كيو 2. فاذا انا كيو 1 تساوي منو؟ كيو 2. زين. Q2 هي V2 A2. فإذا أنا أريد الـ A2، إذا لازم الـ V2 أطلعها. أي معادلة أخرى عندي أحسب منها الـ V2؟ أقدر أحسبها من معادلة البرنولي.
احسبها منين؟ من معادلة البرنولي. فإذا راح أقول P1 على جاما زائدا V1 سكوير على 2G زائدا Z2 تساوي البي 2 على جاما زائدا V2 سكوير على 2G زائدا Z2 زائدا الـ HL. شباب هنا بما أنه بالمسألة لا ذكر خسائر ولا أرادها من عندك بالمسألة، شو تسوي؟ تحط قيمتها صفر. حطها صفر. ماشي؟ فإذا أنت شو وقت تخلي الخسائر شباب؟ تخلي الخسائر إذا أنطاك معلومة عنها، يعني مثلا بالسؤال السابق قال لنا الخسائر هي 35% V1 ناقص V2 القوس تربيع على 2G. السؤال اللي المثال الأول قال إيش قد قيمة الخسائر بين نقطة واحد واثنين؟ فتخليها معلومة ببالك، سجلها على صفحة، إنه الخسائر إذا من ذكرت أي معلومة عنها بالمسألة أو من طلبت بالمسألة فأنت تضعها قيمتها صفر. ماشي؟ فهنا الـ HL شقد فرضنا سويناه شنو؟ صفر. أي وحدة. الأمر الثاني بالنسبة للزد اللي هي البوتنشيال إنرجي تعتمد على من شباب؟ تعتمد على هو قال لك الفرق، يعني الارتفاع مال هذا الدرافت هو 5.6 متر. تعتمد على اختيارك للنقطة، انت وين راح تاخذ الرفرنس، واحد لو اثنين؟ اذا اخذناه بنقطة اثنين راح يكون الزد توش بي صفر. بالنسبة للزد وان انا راح اصعد لي فوق على مود احسب الارتفاع، فايش قد اخليه موجب 5.6. شباب تنتبهون رجاء على هاي، لأن السالب أو الموجب ترى يسوي المسألة غلط. ماشي؟ مو واحد ماشي دكتور. مو واحد بالامتحان يقول لي هو سالب لو موجب. أوكي؟ يعني لازم ننتبه أوكي. على الاتجاه مال من؟ مال قيمة Z1 إشكد وقيمة Z2 إشكد. زين البرشر ايش قد؟ قلنا بنقطة واحد هو نص بار، بالخروج هو للأتموسفيرك، يعني ما المت أتموسفيرك معناه الضغط الجوي، ايش قد الضغط الجوي؟ هو واحد بار، فلذلك هنا عوضنا واحد في 10^5. يعني هاي البوينتات حتى إذا ما تكتبوها يعني ما أكو مشكلة، هاي البوينتات قسم على 2G. فإذا من هاي المعادلة مال برنولي بقى فقط عندي الفي سكوير هو المجهول، V2 سكوير هو المجهول. نبسط المعادلة الطرفين بسطها فنحصل على قيمة الفي 2 سكوير، يعني هي راح تطلع سالب وموجب، انت تاخذ بس الجزء السالب الموجب نتيجة الجذر فيطلع 9.29 متر. وأيضا راح تقول الكونتينيوتي كويشن V1 A1 يساوي الـ V2 A2، وبالتالي نقدر نحصل على القيمة الـ A2 شقد، ومن الـ A2 احنا نقدر نطلع قيمة الدايمتر. هنا مسوي هو نسبة، معناه شو مسوي هنا شباب؟ قسم واحد على آخر صح؟ يعني جاب الـ Area وين حطها بالمقام، وجاب الـ V2 حطها وين بالمقام. فالـ Area هي مو باي على أربعة، باي على أربعة دي اثنين سكوير على باي على أربعة دي وان سكوير، فاختصر هاي ويا هاي فطلعت عندكم هاي دي تو سكوير على دي وان سكوير يساوي في وان على في تو. ماشي؟ من هاي جابوا، يعني اختصروا الباي على أربعة من الطرفين، وبالتالي الدايميتر أيضا ناخذ بس الجزء الموجب مالته اللي هو 1.4 متر. اكو سؤال لهنا؟ والله دكتور ما عندي سؤال انا. نشوف هذا السؤال الاخر. هنا عندنا اسمه ذا سمولر دايمتر منطقيه 10 سنتيم اوف 4 متر لونج بايب، يعني طول هذا الانبوب 4 مترات. At the lower level is inclined at the angle 30، يعني هاي الزاويه الفا قيمتها 30.
30 درجة. وهذا الأنبوب كله يتمنى أنا إلى هنا الطول مالته 4 مترات، 4 متر. With the horizontal and its larger diameter, منطقية diameter بنقطة 2 هو 30 سنتيمتر. If the velocity of water at smaller diameter عند نقطة 1 ال V1 2 متر بالثانية. Then calculate the difference of pressure between the smaller and larger diameter section of the pipe. يعني هو يريد من عندك بي 1 ناقص بي 2 على جاما، ايش قد؟ هذا هو المطلوب بالسؤال. بي 1 ناقص بي 2 او بي 2 ناقص بي 1، يعني ماكو فرق، هو يعني راح يطلع سالب او موجب، ماكو مشكله. هنا شباب ذكر شيء عن الخسائر؟ لا ما ذكر. ما ذكر شيء. رادها بالسؤال؟ لا. لا. فإذا قيمتها، فإذا قيمتها صفر هنا. تمام؟ فإذا ال HL بالمعادلة مال برنولي راح تكون قيمته ايش قد؟ صفر. زين V1 عندي، V2 عندي، لا ما عندي، ما موجود، ما موجود الفي 2. زين الفلوريت موجود عندي؟ لا ما منطينا اياه، بس نقدر، ما منطينا اياه، نقدر نطلع الفلوريت؟ اي نقدر نطلع. نقدر، نقدر منين؟ عندنا في 1 وعندنا اي 1، نقدر نطلع منو الفلوريت بنقطه 1، والفلوريت بنقطه 1 هو مساوي للفلوريت بنقطه 2. تمام، بنقطة 2 انا عندي الدايمتر، يعني اقدر اطلع الاريا 2، وبالتالي الفي 2 اقدر اطلعها. فلذلك تشوفون هنا طلعنا قيمة الاريا 1، طلعنا قيمة الاريا 2، وطلعنا قيمة الفيلوسيتي بنقطة 2 عن طريق الكونتينيوتي ايكويشن. هسه يجي علي من على الزد. بالنسبة للبرنولي ايكويشن عندنا Z1 وZ2. فإذا جينا اعتبرنا Z1 هي الرفرنس مالتي، يعني Z1 ايش قد قيمتها؟ صفر. Z2 ايش قد ارتفاعها؟ يعني هذا Z2 ايش قد ارتفاعها؟ احتاج انا المسافة العمودية هاي الارتفاع. فهو شو انطاني بالمسألة؟ انطاني زاوية وانطاني المثلث، كأنما انا عندي مثلث بهالشكل. هاي الزاوية مالتي 30 وهذا هو Z2 وطول الوتر هو 4. فنطبق قانون الساين، راح نقول ساين 30 شو يساوي؟ Z2 على 4. إذا Z2 يساوي 4 في ساين 30، ونطلع Z2 وش قد قيمتها؟ 2 متر. واضحة شباب؟ واضحة دكتور. فالمفروض الأفكار، الأفكار مال إيجاد Z1 وZ2 تكتبوها على صفحة. مرات يعطيك إياها اثنينات المعلومات، في بعض الأحيان ينطيك إليفيشن مال Z1 وZ2، قلنا ذن تستخدمهن مباشرة. مرات ينطيك الفرق بيناتهم إيش قد، فأنت يعتمد منو تخلي الريفرنس ومنو الثاني، وانت صاعد لو نازل على مود تحسب، صح؟ يعني من قال لنا الارتفاع بين Z1 وZ2 الفرق مالتهم هو 5 امتار. فانت اذا خليت Z2 هي الريفرنس وZ1 لي فوق راح تصعد عليها، راح تعتبر Z1 5. اما اذا اعتبرت Z1 فوق هي الصفر وZ2 جوه وراح تنزل عليها، راح يكون Z2 بالسالب. ماشي؟ في هذا السؤال ما انطاني Z2، انطاني ضلع مايل وانطاني زاوية، فأطلع من عنده من هو؟
الارتفاع الزتو، وبما انه اني الزتوان هو هذا الجو وصعدت نحو الاعلى، فاذا راح اقول زتو ايش قد قيمته؟ جد قيمته الزتو موجب 2 متر وموجب. ليش؟ لان زتو اعلى من زتوان، صح؟ يعني لو اجى طالب اخذ الزتو هو الريفرنس، قال انا اخذ الزتو قاف، ويقول عن كل شيء كل شيء 2 اخذه 0. ويان راح يطلع عنده الزتوان الارتفاع 2، بس بما انه انا بزتو دا انزل نحو الاسفل راح اخذ الزتوان يساوي سالب 2. واضح شباب؟ واضح دكتور. واضح دكتور. واضح دكتور. فقصدي انت من تحل الامثله او من تقراهن دائما هاي الملاحظات تسجلها على صفحه، لان هن 4-5 افكار ما راح يجن غيرهن، فعلى مود لا تخطا به. تمام. هسه نجي نكتب المعادله مال برنولي. هنا أنا بس البريشر الثاني لان احنا نريده فنقلناه للطرف الاول، والفيلوسيتي والزد في 1 وزد 1 نقلناها للطرف الثاني. راح يصير في 2 سكوير على 2 جي ناقصا في 1 سكوير على 2 جي زائدا زد 2 ناقص زد 1. اجي اعوض فقط ارقام، فطلع هنا ايش قد عندي الفرق مال الضغط؟ هو 1.8 × 10 متر. اما اذا اردت بوحدات الباسكال فاني راح اضرب الطرف الطرفين في جاما هاي بالمقام واوديها بالطرف الثاني، فيطلع عندي ايش قد الفرق بالضغط بين 1 و2؟ 17.7 باسكال. شنو معناها؟ معناه الضغط ياه الاكبر البي 1 لو البي 2؟ البي 1 اكبر. البي 1 اكبر. ماشي. نشوف هاي المسألة الأخرى. The brine of specific gravity 1.15. شباب البراين معناه محلول، المحلول يعني قد يكون مي وملح مثلا، مي وشكر أو أي يعني مي وياه مادة كيميائية. Is draining from the bottom of a large open tank through an 80 مليمتر بايب. يعني عندنا هذا التانك وقاعد نصرف فيه عن طريق هذا الأنبوب. الدايمتر مال هذا النقطة 2 هي شقد؟ 80 مليمتر. The drain pipe ends at a point 10 متر below the surface of the brine in the tank. يعني المسافة بين نقطة 1 ونقطة 2 هي 10 متر. Considering a streamline starting at the surface of the brine. يعني احنا اذا اخذنا فت streamline. Streamline هو عبارة عن خط وهمي بهالشكل هذا. وهاي نقطة 1 هنا ونقطة 2 هنا. Passing through the center of the drain line to the point of discharge. And assuming friction is negligible. شنو معنى هاي العبارة؟ Assuming يعني الـ HL يساوي zero. تمام. Calculate the velocity of flow along the stream line at the point of discharge from the pipe. يعني هنا أنا بهاي النقطة إيش قد السرعة؟ في 2 يريدها بالمسألة. ماشي. أنا راح أجي أكتب البرنولي إكويشن فور ريال فلويد. راح أكتب بي 1 على جاما زائد في 1 سكوير على 2 جي زائد زد 1 يساوي بي 2 على جاما زائد في 2 سكوير على 2 جي زائد زد 2 زائد اتش ال.
هاي شباب هنا هاي معناها قامة هاي. من هذا الكتاب هو يعتبر الدبليو هي القامة 9810 إذا كان عندك مي، أما غيره فأنت راح تعوض عنه. شوفوا شباب دائما إذا كان عندي الضغط، الضغط مفتوح يعني الضغط في نقطة معينة مفتوح للضغط الجوي والنقطة الثانية أيضا مفتوحة للضغط الجوي، فإذا الضغط بنقطة واحد مساوي للضغط بنقطة اثنين. تتذكرون بالمانومترات؟ بالمانومتر قلنا إذا نقطة واحد استخدم الجيج معناه الأتموسفيرك بريشر شو تخليه بالطرف الثاني صفر، أما إذا تختار بنقطة واحد الأبسوليوت معناه بالطرف الثاني إذا مفتوح للضغط الجوي شو تخليه أتموسفيرك. فنفس العملية هنا، هنا الضغط بنقطة واحد إذا مفتوح للضغط الجوي ونقطة اثنين أيضا مفتوحة للضغط الجوي معناه شو تسوي أنت؟ P1 يساوي P2 واثنيناتهم صفرهم من المعادلة. ماشي؟ يعني معناه هذا الحد يأكل هذا الحد. ليش؟ لأن الضغطين مفتوحات أو النقطتين مفتوحات أو معرضة للضغط الجوي. ماشي شباب؟ واضح؟ واضح دكتور. ماشي. هسه نجي شباب إذا كان عندنا سطح تانك يعني فلويد، هذا السطح، هذا السطح مال فلويد بتانك، أو عندي سطح مال نهر أو بحيرة، إذا أخذ عليها أي نقطة فالسرعة مال الفلويد على ذاك السطح تساوي صفر. ليش؟ لأن المساحة مال التانك أو البحيرة أو النهر كبيرة جدا بحيث السرعة صفر. يعني أبسط مثال، كل واحد شايف التانكي اللي موجود بالسطح، شوفون السطح، افتح القبق مال التانكي، واكو اكيد حنفيه طالعه من التانكي يمه، افتحوا الحنفيه راح اشوف الفلويد بسرعه يطلع بسرعه قوه، لكن السطح ده تشوفوه ده ينزل النزول مالته بطيء جدا بحيث انت ما تلاحظ نزول هذا الا ورا فتره، يعني يبقى مفتوح البوري فد ربع ساعة هيجي يلا تبدأ تحس انه المي مال التانكي بدأ ينزل، صح لو لا؟ نعم صحيح دكتور. وياي؟ فإذا دائما شباب إذا عدنا تانك، إذا عدنا تانك أو سطح مال نهار، فالسرعة إذا أخذنا النقطة على سطح السيرفس مال هذا التانك معناه نقول السرعة شبيهة صفر، قليلة جدا ويمكن اعتبارها صفر. ماشي؟ فإذا V1 أيضا خلصنا من عده، هم صارت صفر. ال V2 هو يريده، بقى منو عندي؟ Z1 و Z2. هنا راح نجي منو الرفرنس؟ Z2. Z2 الرفرنس. Z2. يعني ناش قيمة Z2؟ صفر. 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 وراح نصعد لي فوق زت وان ايش قال؟ 10 10 10. فاذا هاي المعادله ايش بقى بها؟ الطرف الايمن ب 10 والطرف الثاني ب في سكوير في 2 سكوير على 2 جي، صح؟ فهاي ال 2 جي تنضرب بال 10 شو تساوي لنا؟ ال في 2 سكوير، وبالتالي السرعه ايش قد تطلع عندك؟ تقريبا تطلع 14 متر بالثانيه. هاي المساله يعني هاي المسألة يعني السبيسيفيك جرافيت احنا ما استخدمناها، صح لو لا؟ محتاجينها بس انطاني الدايميتر وهم محتاجيته. يعني انا بهاي المسألة فقط احتاج فرق الارتفاع بين نقطة واحد ونقطة اثنين، يعني هاي القيمة هاي شباب الواحد وخمسة وخمسطعش بالمية والثمانين مليمتر انا ما استخدمتها، يعني معلومة واحدة بس رقم واحد الثانية اللي هو هذا 10 متر حل المسألة كاملة. إذا أراد الفلوريت شباب
احنا عندنا الدايمي عندنا الدايمتر وعندنا الفيلوسيتي ونطلع الفلوريت. زين اذا براد الماس فلوريت عندنا سبيسيفيك جرافيتي نطلع الرو ونضربها بالكيو. ممتاز. يعني الواحد و15 نضربها في 1000 تطلع يعني 1150 الدنسيتي في الفيلوسيتي اللي هي 14 متر في باي على 4 في الدايمتر اللي هو 0.08 تربيع. ماشي شباب؟ يعني هاي بس لا تنسوها. الرو مال البراين هذا راح تقول هي 1000 في 1.15 فتطلع عندك ايش قد 1150 متر مكعب العفو كيلوغرام على المتر المكعب. الوحدات لا تنسوها. انا هنا شوي لين الكتابه الحاسبه مزعجه فمرات ما اكتبن. ماشي. وبعدين عندك الاريا الاريا 2 راح تقول هي باي على 4 في 0.08 مو قسم على 1000 عمود نحولها الى هذا قوس فيطلع عندكم رقم. فبس اعطيكم الناتج النهائي يعني الماس فلوريد راح يصير 1150 في 14 في باي في 0.08 تربيع تقسيم 4 يطلع الناتج عندي انا هنا 80.9 كيلوغرام بالثانيه. دكتور الرامو 1500 ليش 1150 ليش 1500 هو 1 و 15% رقية. نعم بعد 1 لا لا مو بين 1.5 اي فالام دوت انا طلع عندي بالمحاسبه 80.9 كيلوغرام على السكند. ماشي. وممكن نطلع الماس نطلع الفلوريت ايضا اذا ضربنا الفيلوسيتي بالش اسمه يعني هاي 80 إذا قسمتها على 1150 يطلع الفلوريت 0.07 يعني 7% متر مكعب بالثانية. يعني قد هيك أطلب عندكم أشياء يعني مو شرط بس أطلب الفلوريت أطلب الماس فلوريت أطلب الفلوريت يعني شوية هيك النوع بالمسائل. واضحة؟ أحد عنده سؤال لهنا؟ واضحة دكتور أشتيدك. تمام. نجي نشوف هذا السؤال الآخر. A pipeline موجودة بهذا الشكل is 15 سنتيمتر in diameter and its is at an elevation of 100 meter at section A. يعني الدايميتر بنقطة A شباب ايش قد 15 سنتيمتر. هنا ايش ذكر لي هاي المعادله؟ قال لي الاليفيشن. من ذكر لي الاليفيشن معناه زت 1 ايش قد يساوي؟ 100. ات سكشن بي ات از ان اليفيشن اوف 107 يعني زت 2 ايش قد؟ 107. تنتبهون على ذني الكلمات شباب. اليفيشن لو ارتفاع لو فرق بيناتهم يعني رجاء على مود لا تخطئون بهيج مسائل. حرامات يعني اسئله واضحه تجي عليها يعني فقط تنتبه على الكلام وتعوض. دكتور اذا ما ذكرنا رقم يعني نكتب 30 33 اذا ما ذكرنا رقم اذا ما ذكرنا رقم يعني يم الاليفيشن هسه شلون مطينا 107 رقم 107 متر يعني اذا ما ذكرنا هاي المعلومه نكتب قبل 30 ب 33 مو هيك؟ اذا ذكر لك الاليفيشن معناه تاخذ ذني مباشره
اي دكتور، بس قصدي يعني اذا ما ذكر لك رقم، يعني مثلا سكاتب لك اليفيشن اوف 107 متر، مثلا اذا ما ذكر لك اذا رقم ما ذاكر هين، اذا ما ذاكر هين راح يقول لك هيك بهالشكل، راح يحط خط هنا ويخلي لك هنا 7 متر وياه. تمام دكتور، راح هيك يرسمها. تمام، اللي هو يعني المقصد انه الاليفيشن يعني هو اكو فد نقطه معينه هو قاس من عندها، ما ندري احنا يعني هو محدد الريفرنس، هو محدد الريفرنس. فانت من تجي كلمه اليفيشن اخذ الارقام عوضها بالزيت مباشره، اما اذا انطاك ابعاد على الرسم لا، انت تبدي تطرح تجمع تشوف انت شلون على تطرح تحل المساله حسب اللي اخذناه. زين الدايمتر عندي بنقطة 2 ايش قد 30 سنتيمتر، وين الديسشارج از 50 لتر بالثانية، هذا الديسشارج بالإلت بالآوتلت هو نفسه، هو نفسه ممتاز صحيح. الديسشارج شباب ثابت بالإلت بالآوتلت بالنص وين ما كان وياي، الديسشارج هو حاصل ضرب الفيلوسيتي بالأريا، فانت باي مكان الديسشارج هو ثابت، لكن السرعه والاريا ممكن تتغير من مكان الى اخر. زين، ممكن تتغير السرعه والدايمتر من نقطه الى اخرى. زين، فمنطين الفلو ريت اللي هو 50 لتر مقسمة على 1000، يعني يصير 5% متر مكعب على الثانية، 5 متر على الثانية. زين، الضغط بنقطة أي، الضغط بنقطة أي 35 كيلو باسكال. زين، بعدين شو يقول؟ يقول the energy loss in pipe is 2 متر of water. هذا من وين؟ هذا ال HL. ال HL. ال HL. هنا هو منطيك ال HL هو 2 متر. 2 متر بالثانية. العفو 2 متر. مو بالثانية العفو. Calculate the pressure at B. إيش قد الضغط بنقطة B؟ أي وحدة. النقطة الثانية is flow from A to B، يعني هل الجريان من A إلى B لو بالعكس، يعني بهذا السؤال مطلبين إيش قد الضغط بنقطة. نعم دكتور، هاي معلومة هو من ضيع التقييم، ما يريد يعني إيه معلومة دكتور، حد حتى بالرسم is from A to B، صح العفو آسف. فإذا المطلوب من عندنا من هو الضغط بنقطة P. فإذا هنا أنا أيضا تريد تخلوها نقطة A ونقطة B، أو تريد تسموها نقطة واحد ونقطة اثنين، نفس الشيء، يعني ممكن تكتب V1 P1 على جاما، أو تكتب PA على جاما، يعني ما راح يفرق. هنا أنا راح نسميها بدلالة المتغير، لأن هم معين للنقطة A، وراح أسميها الـ VA الـ Q على Y على 4 D سكوير بالدايمتر مال نقطة A، وأطلع السرعة بنقطة A. نفس العملية راح أعيدها على السكشن B وأطلع الـ VB. بالنسبة للـ ZA والـ ZB منطينياهن اللي هي 100 بـ 107، والبرشر بنقطة A منطينياه 35 ألف باسكال، فأطلع الضغط بنقطة P. فطلعنا هنا السرعة بنقطة B. اكتب المعادله، شوفوا هنا شباب كتبناها بدلاله الاي والبي، يعني سابقا كنا نكتب بنقطه واحد واثنين، هي ما راح يفرق، هو نفسه، بس هذا تكتبها انت واحد واثنين ماكو مشكله، بس تقول لي هاي نقطه واحد وهاي نقطه اثنين على مود اعرف انه الاتجاه مالتك بالرسم بالحل صحيح. وهاي الجاما قلنا دائما الاوميجا هي جاما، بس بهالمساله البرشر معلوم، الفيلوسيتي معلوم، زت 1 معلوم، هذا هو المجهول الرئيسي، الفي 2 اللي طلعناها، زت
بي طلعناها، وال H L أو H F هي اثنين طنيها بالمسألة. بقى فقط أعوض أرقام وأحصل على أنه قيمة الضغط بنقطة اثنين هي بالسالب. ماشي شباب؟ أكو سؤال لهنا؟ ماشي دكتور، واضح، ما عندي سؤال. دكتور هسه هاي هنا أنا صار البي 2 أكبر من البي 1. وهي هنا إذا يقول هنا ال P2 this show that is given pressure at A is gauge and hence there is a vacuum and نقطة B. يعني هذا بنقطة اثنين هو الفاكيوم صار، لأن إحنا دي ننطي بالجيج. ماشي أستاذ، عندي سؤال. أي أستاذ، إذا كان لو من نقطة A إلى B يعني شرط يكون البرشر بنقطة أكبر أو مو شرط؟ نعم، إذا كان الفلو من نقطة A إلى B، أي يعني شرط يكون البرشر بنقطة A أكبر من B أو مو شرط؟ هو إحنا شباب عندنا الشرط أنه مجموع الطاقة نقطة واحد هي أكبر من نقطة اثنين، مو شرط بس الضغط، لأن إحنا قلنا مجموع عندنا كليتين هو اللي يمثل لي الانيرجي، يعني الانيرجي بنقطة A المفروض هي أعلى من الانيرجي بنقطة B. بس ما له علاقة، قد يكون الضغط أعلى، قد يكون الإليفيشن أعلى أو الفيلوسيتي أعلى، ما له علاقة، يعني هن كواحد واحد ما يصير نقارنهن، لكن طيب. المجموع لازم نقطة A هي أعلى من نقطة B. ماشي ايش السبب؟ أوكي دكتور، ماشي دكتور. زين اذا هنا نطلب من ادنى اتجاه الجريان اكو طريقه انه نطلعه؟ يعني ما ذكر انه احنا يعني هو طلب من ادنى، هو شو اسمه محمد، ما نقدر نطلع اتجاه الجريان، لازم ينطيك الضغط بنقطه بي ايش قد. انت عم تحسب قلنا بي 1 على جاما زائد في 1 سكوير على 2 جي زائد زد 1، لازم كل سكشن هي موجوده عمده تحدد اتجاه الجريان، صح؟ صح يا دكتور. اي فما ممكن، شكرا. اي ما ممكن تحدد اتجاه الجريان وانت عندك واحد من عدهن مجهول. تمام دكتور. زين هنا نجي على هذا السؤال، يقول ان اسموث انكلايند بايب يونيفورم دايمتر 250 ملم، بما انه قال يونيفورم دايمتر يعني انبوب منتظم والدايميتر مالته ثابت، شنو معناها؟ ال H L صفر؟ لا غير ال H L، بعد بالدايميتر. ال Q ثابته؟ نعم. ال Q ثابته؟ ال Q ثابته هي سواء كان ال uniform diameter أو متغير. نعم. والأي ثابته؟ الفيلوسيتي ثابته، شنو معناها؟ معناها الفيلوسيتي ثابته، معناها V1 تساوي V2. أنا هذا اللي أريده. برنوا اللي إحنا عندنا فيلوسيتي ما عندنا أريا. فبما أنه دايميتر ثابت على طول الأنبوب، معناه أنت عندك V1 تساوي V2. معناه أنه هذا الأس أنت خلصت من حدين. وياه خلصنا منين؟ من حدين. زين. شو يقول بعد؟ برشر 50 كيلو باسكال بنقطة واحد. والإليفيشن بنقطة واحد إيش قال؟ 10 متر. بالسكشن الثاني الإليفيشن إيش قد؟ 12 متر. والضغط إيش قد؟ 20 كيلو باسكال. ومنطيك السرعة 1.25. Determine the direction of flow and the head loss between these two sections. فهسه بنقطة واحد أنا إيش عندي؟ منطيني الضغط ومنطيني ارتفاع. نقطة اثنين إيش منطيني؟ منطيني الضغط ومنطيني ارتفاع ومنطيني سرعة. فإذا بنقطة اثنين أقدر أطلع الإنيرجي إيش قد؟
بنقطة واحد منطيني الضغط ومنطيني الإليفيشن، بما أنه الدايمتر كونستانت إذا V1 تساوي V2، فإذا أقدر أطلع الإنرجي بنقطة واحد. فهنا نشوفه طلعنا الإنرجي بنقطة واحد طلعت 15، وطلعنا الإنرجي بنقطة 2. بما أنه الإنرجي بنقطة واحد أعلى أو أكبر من الإنرجي بنقطة 2، إذا الدايركشن فلو هو من 1 إلى 2، هذا اتجاه الجريان. على مود نحسب ايش قد الفرق، نقدر نقول الانرجي ايش قلنا احنا؟ قلنا الانرجي بالابستريم يساوي الانرجي بالداونستريم زائدا الاتش ال. فاذا انا عندي خسائر بمقدار 1 متر ما نتيجه شنو؟ وجود الاحتكاك او وجود اللزوجه للماء. واضحه هاي المساله؟ نعم دكتور واضح. واضحه دكتور؟ زين واضحه دكتور. A pipeline carrying oil منطيك specific gravity 8/10 changes بالدايمتر 300 بالposition 1 و 600 مليمتر الدايمتر بالsection 2. ايش دي يقول هنا؟ which is على نقطة 2 position 2 which is 5 meter at a higher level، يعني نقطة 2 هي أعلى من نقطة 1 بمقدار 5 متر. If the pressure at positions 1 و 2 منطيك اياها 100 كيلو باسكال و 60 كيلو باسكال نقطة 2، ومنطيك الدسشارج 300 لتر بالثانية، determine ايش قد اللوسز والدايركشن فلو. نفس العملية راح نطلع الانرجي بنقطة 1 ونطلع الانرجي بنقطة 2 ونشوف ياهو الأعلى، راح نقول اتجاه الجريان من 1 إلى 2 أو من 2 إلى 1. الفرق بين الانرجي هو راح يكون شنو؟ اللوسز. فهنا أنا راح تشوفون أنه عندي الديسشارج قسمت على ألف حولت المتر مكعب، عندي السبيسيفيك جرافيتي ضربتها بال 9810 على مود أحولها إلى الجاما مال الفلويد. بشوف الشباب هنا يعني خلاها بالكيلو نيوتن على مود الضغط يعوضه بالكيلو باسكال. واضح؟ مو عندنا احنا بي على جاما؟ اذا البي تاخذه بالكيلو باسكال فالوحدات مال الجاما لازم بالكيلو نيوتن، اما اذا البريشر عوضته بالباسكال فالوحدات مال الجاما تعوضها بالنيوتن. ماشي؟ ماشي دكتور. عندنا الدايمتر، طلعنا الفيلوسيتي بنقطة واحد، طلع الفيلوسيتي بنقطة اثنين، أجي أحسب الانيرجي بنقطة واحد طلعت عندي 13.6 متر، الانيرجي بنقطة اثنين 7.7 متر. بما أن الانيرجي بنقطة واحد أكبر من التوتال انيرجي بنقطة اثنين، إذا الجريان من 1 إلى 2. إيش قد اللوسز؟ أطرح الكبير من الصغير. ماشي؟ ماشي دكتور. دكتور اللوسز دائما تطلع موجبة؟ ها؟ اللوسز دائما موجبة. أي بو الاتجاه معناه صحيح، إذا طلعت الـ HL سالب معناه الاتجاه مال الجريان بالعكس. تمام دكتور. وياي؟ يعني انت اذا قلت E2 ناقص E1 معناها تقول الجريان من 2 الى 1 وطلعت الـ HL سالب معناها الاتجاه اللي فرضته انت خطأ، معناها بالعكس. تمام دكتور. واضح؟ واضح.
يعني هاي أسئلة أتركها لكم أنتم يعني تشوفوها لأن صارت هواية، أرجو أن تحلوها بديكم. خلينا نشوف هذا السؤال. The closed tank of a fire engine is partly filled with water. The air space above being under pressure. يعني عندك تانك مستخدم للمكان مال الحريق. بي فلويد الى مي الى حد معين وفوقه اكو هواء وهذا الهواء مضغوط. والتانك مسدود مو مفتوح للضغط الجوي، مسدود. A 6 centimeter cord connecting to the tank discharge of the roof of a building. يعني هذا اكو عندنا خرطوم هنا او صوندة ماديها مال الحريق. الدايمتر مادة 6 سنتيمتر. ارتفاع البولدينج 2.5 عن مستوى سطح المي بالتانك، يعني هذا الفرق من هنا لهنا هو شقد 2.5. The friction losses منطقية 45 سنتيمتر، يعني ال HL منطقية. Determine the air pressure which must be maintained in the tank to deliver عمود يدفع 20 لتر بالثانية على السطح. إيش قد الضغط بنقطة واحد. إذا الثاني عندي P1 على جاما زائدا V1 سكوير على 2G زائدا Z1 شي يساوي لي B2 على جاما زائدا V2 سكوير على 2G زائدا Z2 زائدا HL. هسه نجي شباب نناقش هذن الحدود واحد واحد. ال P1 على جاما هو المطلب الرئيسي من المسألة. هنا ال P1 أنا وين راح آخذها شباب؟ راح آخذها على سطح هذا التانك. وين راح آخذها؟ على سطح هذا التانك. إذا أخذناها على هذا السطح مال التانك، إيش قد السرعة؟ صفر. راح يصير صفر. إذا هذا خلصنا من عنده صفر. ماشي زين، هاي نقطة واحد، وبالخروج نقطة اثنين. احنا دائما الزت 1 والزت 2 نشوفهم بالرسم. يعني انا عندي هاي زت 1 وياي شباب، انا من العلاقة الصوندة منين ساحبها؟ من جوة التانك، من انا مسحوبة. أنا علي وين الفرق مال الزت؟ نقطة واحد ونقطة اثنين، يعني أنا هذا الفرق هو اللي يهمني. ويا شباب واضح؟ يعني احنا هسه إذا اعتبرنا الزت وان هو الرفرنس، إذا زت وشبيهة واضح دكتور وياك 2.5. فإذا هاي زت وان صفر وهاي قيمتها شقد 2.5. زين البي 2 هنا راح ارجعكم الى المانوميتر. شباب اذا انت قاعد تحسب الابسوليوت بريشر هنا بنقطه واحد، معناه الاتموسفيرك بريشر هنا ايش قد؟ 1 بار. اما انت تقول لي اذا انا راح احسب الجيج بريشر هنا فالضغط بنقطة اثنين ايش قد؟ صفر. يصير صفر. معناه الضغط بنقطة واحد اذا صفرته ايش قد احسب الضغط بنقطة واحد؟ شو نسميه؟ الجيج بريشر. واضحة؟ فلذلك انا صفرت
الضغط بنقطة 2. زين ال V2 عندي طبعا اكو انبوب ما طول عندي باي بي دايمتر، اذا اكو سرعة هنا، اكو سرعة لها قيمة، مو مثل السطح هنا السرعة مالته تكاد تكون معدومة لذلك نعتبرها احنا صفر. زين شلون اطلع ال V2؟ هو ده يقول لي اكو ديسشارج صح 20 لتر مكعب 20 لتر يعني قسمه على الف راح احوله الى متر مكعب على الثانيه، عندي الدايمتر مال هاي الصوندة اللي احنا مستخدمينها فاقدر اطلع ال V2 تطلع، وال HL قيمته معلومه 45%. هاي تخص ال HL، وبالتالي هذا القانون بقى عندي فقط ال P1 هو المجهول، أعوض هاي الأرقام وأطلع قيمة الضغط بنقطة واحد. ولا تنسون من تطلعون قيمة ال P1 تحط بين قوسين تكتب جيج، جيج بريشر. واضحة شباب؟ واضحة دكتور. فطلع عندكم ايش قد قيمه الضغط 53 كيلو نيوتن على متر مربع او 53 54 كيلو باسكال تسمى هنا جيج، يعني هاي لازم تذكروها شباب صفر. ماشي ماشي دكتور. خلينا نشوف هاي المسألة. سايفون، يعني السايفون هاي احنا تعرفون هاي الطريقة اللي عملية السحب، سحب طبيعي، يعني انت شلون عندك تانك لي فوق وتسحب من عنده مي على مدة فراغ يسموه سايفون. Considering of a pipe of 12 سنتيمتر دايمتر، عندك هذا البايب اللي قاعد تسحب به من التانك 12 سنتيمتر دايمتر مالته. زين is used to empty kerosene oil، عندك نفط تريد تفارغه كثافه مالته specific gravity مالته 8/10 من التانك A. The siphon discharge to the atmospheric at an elevation 1.2 متر. The oil surface of the tank is at an elevation 4.2. The center line of the siphon pipe and its highest point C is at an elevation 5.7 meters. عندنا هذا السيفون يعني هذا البايب اعلى نقطه بي هي نقطه سي، الاليفيشن مالته 5.7، السطح مال التانك الاليفيشن مالته 4.2، الديسشارج يعني نقطه 2 الاليفيشن مالته وين 1.2. فيريد ديسشارج ايش قد قيمه الفلوريت هنا عندك دايمتر، ايش تحتاج؟ تحتاج السرعه بنقطه 2 صح؟ اذا تحتاج النقطه عفوا السرعه بنقطه 2 عندك لو الكونتينيوتي اكويشن لو برنولي اكويشن صح؟ كونتينيوتي اكويشن انا اصلا ما عندي ديسشارج هو دليل بالمساله ولا عندي في مجهولين به مجهوله، فاذا نروح على اليمن على برنولي اكويشن. شوفوا شباب بما انه انا التانك مفتوح للضغط الجوي والديسشارج ايضا مفتوح للضغط الجوي، اذا بي 1 يساوي بي 2، يعني اقدر اختصر ان المعادله مال برنولي يعني اثنيناتهم اصفرهم، لان شنو مفتوحين اثنيناتهم للضغط الجوي. هسه خلصنا من اثنين. زين بما انه اني نقطه واحد ماخذها على سطح التانك، اذا السرعه الاولى على سطح التانك تساوي صفر. خلصنا من عدها. زد 1 منطينيها هو 4.2، زد 2 منطينيها 1.2، الفي 2 سكوير اني اريدها. زين ب
وقت منو الخسائر. ايش ده يقول لي؟ The losses in the pipe may be assumed to be او مطيني اياها 45. يقول هنا the losses of may be assumed to be 45 up to the summit and واحد from the summit to the outlet. يعني من هنا لهنا الخسائر 45% ومننا لهنا منطقيها 1.25. فإذا الخسائر من 1 إلى 2 نشقين شباب نجمعهم نجمعهم نجمع. وهاي يعني هاي فكرة جديدة إنه هو الخسائر منطقيها كليته منطقيها مننا لهنا أو مننا لهنا. يعني أنا حتى صمت ما أعرف شو معناه بس من قراءتي للسؤال عرفت إنه ما طول قطعهن إلى معناه منا لهنا ومنا لهنا. فراح تشوفون هاي المسألة عوضنا عند الفيتو طلعت شقد 5 متر. هنا راح يجي يقول لي شقد الضغط بنقطة سي. شقد الضغط بنقطة سي أيضا إحنا راح نجي شو نسوي؟ نطبق برنولي إكويشن بين واحد وسي بين واحد وسي. أيضا راح أجي أقول أنا P1 على جاما زائدا V1 سكوير على 2G زائدا Z1 يساوي B2 على جاما زائدا V2 سكوير على 2G زائدا Z2 لا العفو هاي هنا مو اثنين هي نقطة C أنا دا أسوي زائدا ال HL هنا راح أخلي يمها من 1 إلى C فقط. يعني الخسائر فقط من هنا لهنا فقط هاي اللي يحتاجها آني. هاي البقية من C إلى الاثنين ما دخلت عندي بالمعادلة فما يصير أحطها هنا. هسه نجي شباب هنا نقطة 1 مفتوحة للضغط الجوي بس نقطة 2 سي مفتوحة للضغط الجوي؟ لا ما مفتوحة. لا ما مفتوحة دكتور ما مفتوحة. فهنا أنتم أمام خيارين إذا اعتبرتوا بنقطة سي جيج بريشر فالضغط بنقطة 1 0. أما إذا اعتبرتوه أبسوليوت بنقطة سي فالجيج هنا بنقطة 1 تعوض الأتموسفيرك. فأنا إيش راح أسوي؟ راح أفرض إنه أنا البي سي هو جيج وراح أصفر البي 1 ماشي؟ يعني القيمة اللي راح أطلعها مال الضغط بنقطة سي راح أقول هي جيج بريشر على مديفهم القارئ إنه أنا نقطة 1 هي اتموسفيرك بريشر وصفرتها بالمعادلة بما أنه سطح تانك فإذا V1 أيضا صفر. Z1 إيش قد؟ 4.2 بالعشرة. البيC هي المجهول الرئيسي. الVC إيش قد؟ 5 نفس الفيتو. اي لان نفس الدايمتر بما انه الدايمتر كونستانت مال هذا الانبوب اللي دنسوي بي سايفون فاذا في سي تساوي الفي 2 اللي هي 5 متر بالثانية نعوضها. الزد سي ايش قد الاليفيشن مالتها؟ 5.7 5.7
والخسائر الـ HL من 1 إلى C قد قيمتها؟ فقط ناخذ الـ 45% فقط. منا بقى عندي فقط البي سي قد قيمته هو المجهول. فهنا أنا طبقنا برنولي إكواشن، هاي صفرناها، هاي 4 بالعشرة، هذا إحنا نريده، هاي 5، وهنا أنا شوفوا هاي بس 45% أخذناها وطلعنا قيمة البي سي، قيمتها شقد؟ ناقص 25.5 كيلو باسكال، وهي بالجيج بريشر، وهنا هي طبعا صحيح تصير بالسالب، الضغط مالتها شنو؟ سالب نيجاتيف بريشر.